السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال هذا الفيديو حبيت أن أشارككم عملي والمتمثل في شعار بحول الله لقناة أمين أحمد. سيكون الشعار النهائي بحول الله لهذه القناة زائد اسم بدل أمين أحمد سوف يكون جوستاب. قمت بإحضار هذا الشعار من النت كما تشاهدون، ثم قمت ب محاكاتي وحصلت على هذا الشعار. هذا هو الشعار الذي قمت بأخذه من النت، وقمت يعني بالعمل عليه حتى حصلت على هذا الشعار باسم جوستار. وسوف إن شاء الله من اليوم وصاعدا تصبح قناة أمين أحمد باسم جوستار. أتمنى أن يروق لكم هذا التصميم أو الشعار. في أمان الله وشكرا، وإلى لقاء آخر.